تحتفل دولة الإمارات باليوم الوطني 49، وهي تخطو خطوات سريعة وواثقة نحو المستقبل للوصول اليوبل الذهبي من عمر دولتنا. المنجزات والمبادرات الناجحة التي حققتها الدولة هي مصدر فخر لكل مواطن ومقيم، وإنتاج عمل وجهد الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة وتطلعها المستمر لتحقيق الأفضل لشعب دولة الإمارات. هذا العام ومع وجود جائحة كورونا التي اجتاحت كل دول العالم وأثرت على كل القطاعات التنموية فيها، إلا أن كانت لدولة الإمارات عام تحقيق الإنجازات وتحويل التحديات إلى نجاحات. الاستثمار الصحيح في الكادر البشري والتقني والتطور الذي شهدت جميع القطاعات بالدولة كان هو خط دفاعنا الأول للتصدي للجائحة التي أبرزت قيمة هذا الاستثمار الناجح. دولة الإمارات هذا العام ومع وجود تداعيات هذه الجائحة لم تتوقف إنجازاتها، فبدعم القيادة الرشيدة افتتحت مشروع براكة سلمي للطاقة النووية وأرسلت مسبار الأمل للمريخ وتستعد للاحتفال بالخمسين من عمر الدولة وتستشرف المستقبل للخمسين القادمة. وأود أن أهني بهذه المناسبة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، متمنياً لوطني الإمارات الخير والرفعة والازدهار. في هذه المناسبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تصادف الذكرى 49 لقيام الاتحاد، تتقدم البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى أبناء دولة الإمارات. إن الاحتفال باليوم الوطني لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 يعد فرصة مناسبة لترسيخ قيم العطاء والتسامح التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانه الأباء المؤسسين تحت راية واحدة شكلت الأساس الذي نهضت عليه دولة الإمارات في تحقيق إنجازاتها ومحور انطلاقتها نحو المستقبل. في هذا اليوم الغالي علينا وعليكم 2 ديسمبر تتزين الإمارات بأبهى حلل المجد والعزة، وبهذه المناسبة المجيدة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الوفي، وإلى كل من يعيش على أرضها الطيبة. وفي هذا اليوم المجيد نجدد الوفاء والولاء جنودا مخلصين في خدمة الوطن بعزم وإخلاص في العمل وحمل مسؤولية، معتزين بقيمها الإنسانية، فخورين بإنجازاتها الملهمة، وأن نكون دائما عند حسن ظن قيادتنا. وكل عام وأنتم بخير. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحيي اليوم الوطني 49 لدولتنا الفتية، رمز التفوق والريادة والإبداع، مستندين في ذلك إلى هوية وطنية جامعة وقيم وتقاليد أصيلة وثابتة تشكل الركن المتين لنهضتنا وإنجازاتنا ورؤيتنا للمستقبل الواعد لأبناء الوطن ولأجياله القادمة. إننا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نعود بالذاكرة إلى المراحل الأولى من التأسيس، حيث تجمع الآباء المؤسسون رحمهم الله على قلب رجل واحد ليشيدوا البنيان ويعلوا راية الاتحاد، متسلحين بالعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات بقيادة المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان، الإنسان والقائد الذي ستبقى ذكراه وأعماله الخالدة حاضرة في وجداننا وحينا. إن الاحتفال باليوم الوطني 49 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل مناسبة لترسيخ قيم العطاء والتسامح التي غرسها
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وعمل جاهدا لنشرها مع أخوانه الأباء المؤسسين الذين عملوا على إرساء دعام مشروع وطني اتحادي مرتكز على هوية وطنية جامعة وقيم وتقاليد أصيلة تحت راية واحدة شكلت الأساس المتين الذي نهضت عليه دولة الإمارات في تحقيق إنجازاتها ومحور انطلاقها نحو المستقبل. الإمارات بدأت بفكرة وغدت نبراساً ينير العالم بالعطاء والتسامح، قيم غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه مع إخوانه الآباء المؤسسين. أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً في التقدم والتطور، وأصبح كل من يعيش تحت ظلها فرحاً محباً للآخرين. كل عام وأنت بخير دولتنا الحبيبة. إننا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نعود بالذاكرة إلى المراحل الأولى من التأسيس، حيث تجمع الآباء المؤسسين رحمهم الله على قلب رجل واحد ليشيدوا البنيان ويعلوا راية الاتحاد متسلحين بالعزيمة والإصرار. في هذه المناسبة الوطنية أرفع أسماء آيات التهاني للقيادة الرشيدة، ونعاهدها أن نبقى متحدين في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء في ظل مجتمع متلاحم محافظا على هويته ونزيه بقضائه وتنافسي باقتصاده ورفيع بنظامه التعليمي ومعاييره العالمية في الصحة وبيئته المستدامة وبنيته التحتية المتكاملة. الذكرى 49 لقيام الاتحاد ذكرى غالية على قلوبنا جميعا. أرسى الآباء المؤسسون رحمهم الله دعائم الوطن، واليوم نحن نجني ثمار ما غرست أياديهم الكريمة. الحمد لله رب العالمين، اليوم لا نحتفل لوحدنا في دولة الإمارات، ولكن كل من عاش معنا، الملايين اللي تعيش معنا يحتفلون كذلك في ذكرى قيام الاتحاد. وإذا سألت ليش تحتفلون، تأتي الإجابة أن نحن في دولة الإمارات نحس أن بين أهلنا وفي بلادنا، والحمد لله رب العالمين هذه نعمة من الله، أن اللي يعيش معنا ما يشعر بالغربة. رحم الله الآباء المؤسسين، والعهد منا أن نسعى كل يوم بإذن الله أن نجعل الإمارات متميزة في كل شيء. الثاني من ديسمبر هو يوم إماراتي بامتياز، وما هو إلا تجديد وتذكير للمضي قدما على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات التي وضعها امتداده أبناء زايد والقيادة الرشيدة لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، وجعل شعبها والمقيمين فيها من يتمتعون بأرقى سبل العيش. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن شكري وامتناني لقادتنا على الإنجازات المستمرة والنجاحات التي ساهمت في أن تتبوى الإمارات المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم. بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 49، يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وإلى شعبنا العزيز في وطننا الغالي، وإلى جميع المقيمين على أرضنا الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. نفخر في هاليوم بما حققت الدولة من إنجازات عظيمة مكنتها من أنها تضي شمعتها 49 اللي تني ربها دربها في مسيرتها المتألقة نحو الاستعداد للخمسين لتجسيد طموحات اللي أرساها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وفي الختام أسأل من الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والوحدة والاستقرار. يمثل اليوم الوطني ذكرى مهمة في قلوبنا، فهو يوم انطلقت به الإمارات في مسيرتها نحو التقدم والريادة على كل المستويات كدولة فتية وقوية بأبنائها. وقد أرسل الآباء المؤسسون دعائم الوطن
وغرسوا في نفوسنا روح الاتحاد والعزيمة في بناء إماراتنا الحبيبة وتحقيق نهضتها. فاليوم الوطني يمثل فرصة لإظهار مشاعر الاعتزاز والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، فهو اليوم اللي انطلقت فيه الإمارات بمسيرتها نحو التقدم والتفوق والريادة على كل المستويات بفضل من الله، ثم بحكمة قيادة رشيدة وسواعد أبناء وبنات الإمارات والذين التفوا حول قيادة في هذه النهضة. بمناسبة اليوم الوطني 49 لوطن الحبيب، أتقدم بالتهنئة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات الحبيب، متمنية أن يديم الله على الإمارات عزها تميزها وشموخها وتسامحها الذي يعيش في ظل أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والأمان والتعايش الإنساني والتناغم بين الثقافات والديانات المختلفة بنموذج متميز لا يتكرر. كل عام وبلادي بألف خير. لمزيد من الفخر والاعتزاز نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، ونتقدم بخالص التهاني والتبركات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي. في هذه المناسبة الوطنية أرفع أسماء آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، ونعاهدها أن نبقى متحدين في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء في ظل مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونزيه بقضائه وتنافسي باقتصاده ورفيع بنظامه التعليمي ومعاييره الصحية وبيئته المستدامة وبنيته التحتية المتكاملة. إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز، ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء للأرض والتاريخ، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاد إصرارنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء. بمزيد من الفخر والاعتزاز نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وإلى حكام أعضاء الاتحاد وولياء عقودهم وإلى شعب دولة الإمارات بهذه الذكرى القارية، مؤكدين استمرارنا في مبدأ الذي أرسه مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه من تسامح وعطاء وتحت راية واحدة بتضامن مستمر. بمزيد من الفخر والاعتزاز نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي. إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز، ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض والتاريخ، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاداً أصررنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء. وبمزيد من الفخر والاعتزاز نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، ونعاهدها أن نبقى متحدين في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء. إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد معاني الفخر والاعتزاز، ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض والتاريخ، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذي به في التقدم والتطور،
كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاد إصرارنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء. في هذه المناسبة الوطنية أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة ونعاهدها أن نبقى متحدين في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء في ظل مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونزيه بقضايا وتنافسه باقتصاد ورفيع نظام التعليمي ومعاييره العالمية في الصحة وبيئته المستدامة وبنيته التحتية المتكاملة. يمثل اليوم الوطني ذكرى مهمة في قلوبنا، فهو يوم انطلقت به الإمارات في مسيرتها نحو التفوق والريادة وعلى كل المستويات. كدولة فتية وقوية لأبنائها، فقد أرسل آباء المؤسسون دعائم الوطن وغرسوا في نفوسنا روح الاتحاد والهزيمة لبناء إماراتنا الحبيبة وتحقيق هضتها. بمزيد من الفخر والاعتزاز، نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي. يعتبر اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلب كل من يعيش في دولة الإمارات، وفرصة لإظهار مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات، وهو شعور يتشاركه مع أبناء الإمارات كل من يقطن على أرضها بفضل ما توفره من مساواة وعيش كريم لمجتمعها الذي يجسد الانسجام الحضاري في أبهى صوره. إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض والتاريخ، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاد أصرارنا على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة متميزة في كل شيء. اليوم الثاني من ديسمبر هو يوم عزيز على قلوبنا، ذكرنا مراحل تأسيس وضع اللبنة الأولى من قبل الآباء المؤسسين رحمه الله، ليشيدوا بنيان الاتحاد متسلحين بالعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات. بمزيد من الفخر والاعتزاز، نجدد الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، ونتقدم بخالص التهاني إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعب الإمارات الوفي. في هذه المناسبة الوطنية أرفع أسماء آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة ونعاهدها أن نبقى متحدين في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء في ظل مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونزيه بقضائه وتنافسي باقتصاده ورفيع بنظامه التعليمي ومعاييره العالمية في الصحة وبنيته المستدامة وبيئته التحتية المتكاملة. بمزيد من الفخر والاعتزاز، نجدد الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى 49 لقيام الاتحاد، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي. يمثل اليوم الوطني ذكرى مهمة في قلوبنا، فهو يوم انطلقت به الإمارات في مسيرتها نحو التفوق والريادة وعلى كل المستويات كدولة فتية وقوية بأبنائها، فقد أرسل الآباء المؤسسون دعائم الوطن وغرسوا في أنفسنا روح الاتحاد والعزيمة لبناء إماراتنا الحبيبة وتحقيق نهضتها.